أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف أعلق قلبي بالله وأستأنس به وأتلذذ بوردي القرآني؟ ولا أخفيكم أني حينما أقرأ أريد أن أنتهي من الورد في أسرع وقت، كيف السبيل أثابكم الله؟ هذا الأمر عظيم، أن الإنسان يجد اللذة في الطاعة، يجد اللذة في العبودية لله سبحانه وتعالى. هذه اللذة إذا وجد العبد حلاوتها أنسته كل حلاوة، وإذا فتح الله على العبد بكمال الأدب في عبادته، في كمال التذلل والتخشع والخضوع له سبحانه وتعالى، فهذه نعمة، نعمة أظن لا توازيها نعمة. فإذا أعطي في العبادة الكمال فلا أظن أن هناك عطية أعظم من هذه العطية. تأمل نبي الأمة عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ: والله إني لأحبك. فإذا كان نبي الأمة يقسم بالله أنه يحب حبيب الله ولا يحب إلا في الله صلوات الله وسلامه عليه، فإذا به يهديه هدية من محبوب لمحبوب، فنعم الحبيب ونعم المحبوب. يقول له: فلا تدعن، بصيغة التوكيد، كلمات تقولهن دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا رزق العبد حسن العبادة انشرح صدره واطمأن قلبه ووجد بركة هذه العبادة. وكثير من البلايا والمصائب والرزايا تحل على العبد بسبب ضياعه، إضاعته لحق الله في عبادته. فإذا استقام أمر العبادة استقامت الدنيا والآخرة للعبد، لكن هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة، هذا الأمر يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تأسي، إلى اقتداء، يحتاج إلى نور يهتدي به الإنسان، ما يأتي بالتشهي ولا بالتمني، ولكن أن يجعل أمامه نورا أنزله الله من فوق سبع سماوات، لا نور سواه، وهو نور الوحي. هذا هو الطريق إلى حسن العبادة، وهذا هو الطريق الذي يجعلك إذا قلت الله أكبر قلتها بملء فيك وملء قلبك. وإذا دخلت في الصلاة أنستك لذة الصلاة كل لذة، حتى إنه يبلغ ببعض الناس أنه إذا سلم من الصلاة لا يتذكر ما الذي كان فيه قبله. إذا أعطي كمال العبادة وحسن العبادة اشتغل بالعبادة فنسي ما سواها. اللهم اشغلنا بك عن كل شيء، اللهم اشغلنا بك عن كل شيء حتى تكفينا كل شيء وترضى عنا في كل شيء. نسأل الله أن يستجيب لنا هذه الدعوة، أن يشغلك الله به عن كل شيء، فإذا شغلك به عما سواه كفاك كل شيء عدا. فإذا جاء يقول الله أكبر استقبل القبلة وقال الله أكبر، دخل في أمر غير الأمر الذي كان فيه. الدنيا كلها، أمواله، أولاده، أعداؤه، أصدقاؤه، أحزانه، أفراحه، كلها تذهب عند الله أكبر. يا بلال أرحنا بالصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني قرة عينه، بمعنى أنه إذا كبر فهذه الساعة التي لا تعدلها ساعة، وهي ساعة القيام والوقوف بين يدي الله جل جلاله. ووالله ما من يوم تؤدي فيه الصلاة كما أمرك الله الفرائض فتغيب عليك شمس ذلك اليوم إلا وجدت من الخيرات والبركات والنفحات في نفسك وأهلك ومالك وولدك من حيث لا تحتسب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حسن العبادة لا يكون إلا بمعرفة من تعبد، فالعبادة حينما تستشعر من تعبد ثم تستشعر عظمته في أسمائه وصفاته، وكلها موجودة في كتابه سبحانه وتعالى. لكن اقرأ بقلب، اقرأ متدبرا متأملا متفكرا. من الليلة، من الساعة، لا تمر عليك صفة من صفات الله إلا تعلمتها. جرب هذا، لا يمر عليك شيء يصف الله به نفسه إلا سألت عن هذه الصفة ودلائلها، لتفني عمرك كله
وأنت ما بلغت ذرة من معرفة شيء عن صفة واحدة من صفات الله جل جلاله. وهذا ليس مبالغة، هذه حقيقة. فنحن في غفلة، حسن العبادة لا يمكن أن يكون إلا إذا أحسن العبد معرفة من يعبد، عرف من هو الله. ولذلك أعرف الناس بالله وهم الأنبياء هم أكمل الناس عبادة لله جل جلاله. ثانيا مما يعينك على حسن العبادة أن تستشعر أن هذه العبادات كلها بحكمة وعلم. الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم طريق عبادته، فإذا كنت في كل عبادة تستشعر أن فيها حكمة وأنها عن علم وعن بصيرة أحببت عبادة الله جل جلاله، لأنه لا أكمل من شرع الله جل جلاله. في العبادة، في الأذكار القولية أو في العبادات الفعلية، أن فيه غاية الحكمة وأنه بعلم وببصيرة من الله جل جلاله وهو الحكيم العليم الخبير البصير، فإن هذا يدعوك إلى أن تتقن العبادة وأن تؤديها على وجهها. ومما يعين على حسن العبادة صحبة الصالحين والأخيار المتقين الذين إذا رأوك على ذكر أعانوك، وإذا رأوك على طاعة ثبتوك. أولئك القوم الذين تنتقص نفسك بجوارهم، إن أصبحت سأصبحوا صائمين، وإن أردت أن تغفو رأيتهم قائمين. هؤلاء الذين هم قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، هؤلاء بإذن الله خير معين لك على حسن عبادة الله. مما يعين أيضا على حسن العبادة أن لا يرضى العبد على شيء من حاله، فإذا أعطي خشوعا في الصلاة سأل ربه ما هو أكثر وما هو أعظم، فلا يرضى لنفسه بالدون، وإنما تسمو نفسه إلى المعالي. فإذا سمع بعبادة ثم أداها وأداها على وجه وجد أن الله فتح عليه فيه، فإنه يسأل الله المزيد، لأن العبد الموفق في حسن عبادته لله عز وجل لا يقف عند منزله بل يسأل الله المزيد. ولذلك قال تعالى: واسألوا الله من فضله. وكذلك أيضا مما يعين على حسن العبادة البعد عن كل شيء يبعدك عن الله، لأنك لن تحسن عبادة الله وأنت تعصي الله، لن تحسن عبادة الله بعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام والغيبة والنميمة والسب والشتم وإهانة المسلمين وأكل أموال الناس، فتبرأ إلى الله من كل شيء لا يرضيه حتى تلقى الله بالقلب السليم والقالب المستقيم على طاعته سليما من أعراض المسلمين، فلا يحول بينك وبين الرحمات ما يكون من أذية المؤمنين والمؤمنات، فإن من أعظم العوائق دون الرحمة مظالم الناس. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.